في لوكا فاش كتكون دايزه فاش كتشوف هذه من البعيد كتقول راه شي واحد هذا. هادو مهمين، وحده فيهم تدخلها عندك باش تعطيك البحر كيداير. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا حصه مع الاخوان، عندنا حصه ان شاء الله اليوم في لابلاج ديال سلا، و اون ميم طو غادي نطرقوا لواحد النقطه مهمه اللي وقعت نيت في هذا الاسبوع هذا. كان غرق واحد الشاب هنا في لابلاج ديال سلا. ولا كيفاش تتعامل انت مع راسك، انت كيفاش تتعامل نفسيا؟ كنتي غادي خرجتي في حصار، خرجتي في شي اوبستاكل، كيفاش غادي تتعامل معاه؟ ان شاء الله غادي نطرقوا هاد المسائل اللي ضروريه، لان كنركزوا على حاجه اللي مهمه هي لا سيكوريتي، كما تنقولوا لا سيكوريتي افون توس. والاخوان دابا الاخوان راه البلي باغ دابا غادي نسولهم، غادي نقول لهم واش دخلتوا لابليكاسيون ديال البحر؟ واخا انا قلت لهم راه اليوم عندنا حصه، رغم ذلك ما يثيقوش فيا، لان انا قلتها لهم، قلت لهم فين ما تبغيو تهبطوا للبحر خاصكم تطلعوا على لابليكاسيون ديال البحر. قبل ما نهبط للبحر اش درت؟ دخلت لابليكاسيون ديال اللي كتعطيني الاجواء ديال البحر. كاين ويندي، ويسوكي، ويند فيندر، هادو مهمين، وحده فيهم تدخلها عندك باش تعطيك البحر كيداير، الا كان ناغز ولا كان مزيان باش تهبط. وكاين شي وحدين كيهبطوا للبحر بلا ما يدخلوا لابليكاسيون، كيهبط كيلقى البحر ديال 3 متر، كيشوف راسو خاسر فلوس، خاسر ترونسبور، يقول انا هابط للبحر وما نعومش، ما جاتش. لا، ما تعومش، البحر هاز، بحر خطير، ما نعومش فيه نهائيا. السلامه قبل كل شيء. ها البحر اليوم كيداير، وها نتوما كتشوفوا لابليكاسيون شنو عطاني، يعني لابليكاسيون ما كتكذبش. كيداير البحر، علو الموج، الكورون، درجه الحراره ديال الريح، درجه الحراره ديال الماء، هادو هما اهم حاجه. فاش يكون البحر صعيب راه ما غاديش نهبط نعوم، بحر زوين راه غادي نهبط نعوم. هادي اهم حاجه، هادي اهم حاجه كنركز على الدراري ديما. راه ماشي تيجيو عندي الدراري كنعلمهم كيفاش يدرعوا، كيفاش يضربوا برجليهم، كيفاش يتنفسوا، لا، اييه كنعلمهم هاد لي ديتاي، ولكن اهم حاجه هي كيفاش تتعامل مع البحر. شنو هو البحر؟ كنعومو، اول حاجه كنركزو على لا سيكوريتي، كل واحد لابوي ديالو، لابليكاسيون ديال البحر خصك تطلع عليها، هادي اهم حاجه. هادي لابوي، لابوي كتستعمل في البحر، لاياش؟ على حساب لا سيكوريتي. انا كنعوم في البحر غادي، كتكون فلوكه دايزه، هانتوما هي دايزه فلوكه، فاش كتكون دايزه فاش كتشوف هادي من البعيد كتقول راه شي واحد هذا، اذا فلوكه ديك الساعه كتعوج، هذا هو الدور ديال هادي لا سيكوريتي. وفاش كنكونوا عاوتاني مجموعين كنعوموا، كنكونوا دايرين لي بوي باش كنعرفوا بعضياتنا. هاد البحر راه كبير، كتشوف كيسلو كيبان لك الصفر كتعرف بلي راه صاحبك تيعوم راه هو فاتك ليه، يعني لا بوي مهمه بزاف. السلام عليكم. الاخوان، بالنسبه للحصه ديال اليوم كنا تكلمنا مع الاخوان على حساب لا سيكوريتي، يعني السلامه قبل كل شيء. بالنسبه للدراري، ديما فيما كنديروا حصص ديال تعليم السباحه، كنذكرهم بمخاطر ديال البحر وكيفاش يتعاملوا مع البحر. البحر ماشي صعيب وماشي سهل، ولكن ما تخالفش قوانين البحر. كيفاش ما تخالفش قوانين البحر؟ البحر إذا كان كما تنقولوا إذا كان هاز ولا كان هايج ماشي ديال العومان، البحر إذا كان زوين ديال العومان، يعني ما كاينش علاش الريسكيو في البحر. أول حاجة الإخوان ديما قبل ما يهبطوا للبحر كنوصيهم، وهذه نقطة مهمة اللي هي قبل ما يهبطوا للبحر يدخلوا لابليكاسيون اللي كتعطيهم البحر كيفاش داير، درجة الحرارة ديال الماء، درجة الحرارة ديال الريح، علو الموج، الكورون، وبزاف هادو اللي مهمين بزاف. اللي مهم بزاف هو علو الموج، هو اللي مهم بزاف بالنسبة للإخوان. هادي حاجة اللي ديما كيديروها،
واخا ما كنكونش معاهم انايا كنوصيهم ضروري بنادم ما يهبط البحر حتى يطلع لابليكاسيون يشوف الاجواء كي دايره. ثاني حاجه لي بوي بالنسبه للاخوان، دابا حنا هبطنا عبنا درنا دي بوي ديالنا، لي بوي مهمين. لا سيكوريتي كنكونوا دايزين كنعومو، كيكون جيت سكي فلوكا باطو اي حاجه كدوز كتشوفك من البعيد وكتدوز من بلاصه اخرى. اضافه الى لابوي حتى هي الدور ديال اللي اكثر من هكا هو عاوتاني فاش كتكون عييتي مثلا ولا شدك لاكاج ولا شي حاجه كتشد فيها وكتبقى مهزوز، يعني كترتاح فيها ديك اللحظه. داكشي علاش كنركز على لابوي، لابوي مهمه بزاف. واهم حاجه عاوتاني هنايا هو حنايا تجمعنا التراجي ديالنا كامل، بديناه مجموعين ومشينا ضربنا المسافه ديالنا وكملنا المسافه ديالنا مجموعين ورجعنا مجموعين. علاش مجموعين؟ اول حاجه بنادم فاش تيكونوا مجموعين تيكون بنادم مرتاح. علاش؟ تيكون الاصدقاء ديالهم وحدايا، النفسيه ديالو كتكون مرتاحه. هذه اهم حاجه، يعني فاش كتكون غادي داخل واحد المسافه ولا كنقول غضرب تراجي خص ضروري نبقاو مجموعين، حيت الى قدر الله وعيا شي واحد خصنا نكونوا حداه نبقاو معاه حتى نكملوا التراجي ديالنا في امان. هذا هو اهم حاجه، يعني الدور ديال المجموعه هو الحمايه. كنكونوا مرتاحين كاملين حيتاش مجموعين وما مفرقينش، حيت الى تفرقنا تما كيكون الخطر. ما يمكنش نتفرقوا، علاش؟ لان لو وقعت شي كارثه الله يستر تيكون هذاك اللي معاك بعيد ما كتشوفوش ما كتعرفوش فين هو.